وكذلك نرحب بالأستاذ عبد السلام
وأيضا لا يفوتنا المرحب بالإخوة أعضاء الأمانة الجنوبية والأمانات الكبيرة والإخوة الأمناء العامون البحريون وكذلك جميع أعضاء الأمانات البحرية في منطقتنا الشرقية. كذلك لا ننسى أن نرحب بجميع المناضلين والمناضلات والإخوة وكذلك تحية خاصة لممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المحلية لمدينة زايد والشروق الجميع لكل واحد أعتقد بأن هذا الاختيار ولكن يمكن